ازل في اللون ازل في اللون تيدانا ديس دانا كي نكبات وين نبدا كلنا نبدا كل كيان حمد يا عبد الرحمن غيد غو قنصة ام صريادة المركبة نجيب الباهوي خطو الزمت انتشيرا او كنسول زوغاز انتوري وين لين مقارن لسك الجامعات البلدية انتشيرا توكتا المدن تيكليتاد مدن اللي مو يدرس الحالة افا سوال غيد اللي سولنا في توكت نتغاوس وين اللي تنخصان غي كان دولا تيغاوس وين اللي زيقانا اكلو قيس ندرون ميدن ما تقال ميدن اللي يدرو غما هذا افاد ايليا البرنامج اللي كان شامل اللي صدرنا اي فوكو تساسيني توكت الميدن انسفل دي ميدن اللي درين غو المقارنة كم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشكركم الشكر الجزيل على هاد الشرف اللي شرفتوني به هنا داخل هاد المقر انا انتمي الاسم ديالي تنوالت الياسين متقاعد في صفوف البحريه الملكيه في اطار الصحه وحاليا امارس استاذ بالمدارس الحره في اطار الصحه. حضوري كان اليوم حضور نبيل لا محل له من الاعراب وانتمي الى جمعيه الكون المتقاعد. هنا كان داخل هذه القاعه حوار حامل وطيس لا محل له من الاعراب، هناك نقاشات جيدة لبرامج الشيرة الجهادية ونطلب من الناس نشكركم شكر جزيل، وكان هذا النقاش لا مثيل له، نقاش جيد. لقد خرجنا بنتيجة جيدة. هناك عدة مشاكل طرحت والأجوبة كانت في الصميم، وهناك قبول لهذه المشاكل كلها، ونشكركم الشكر الجزيل. تشيرة التابعة للجامعة الترابية الجماعة الترابية لبلدية تشيرة الجهادية، وشكرا. السلام عليكم. إدغوش محجوبة رئيسة ومؤسسة جمعية أحضان بتشيرة. البرامج ديولنا هما حماية الطفل والأم بما فيها حضانة من 41 يوم حتى 6 سنين. الحضور ديالي اليوم كيشرفني أنني نحضر في هذا اللقاء الكريم مع الجمعيات وكذلك مع أعضاء المجلس الجماعي ديال التشيرة باش يمكن لينا نديروا مشاركة في المخطط الجديد ديال 2022-2027 اللي غيكون تكون الانطلاقه ديالو ان شاء الله مع برامج صحيحه وهادفه للمواطن الكريم وكذلك الاطفال. وشكرا. ميرز محضر رئيس مصلحه الخدمات الاجتماعيه بجامعه تشيرة الجهادية. اليوم في اطار اعداد برامج عمل جامعه تشيرة الجهادية للفتره الممتده ما بين 2022-2027 تم تنظيم ورشه تشخيص تشاركي في موضوع الأشخاص في وضعية هشاشة. هذه الورشة اللي حضرها العديد من الجمعويين والجمعيات الفاعلة في الميدان كانت غنية بمجموعة من المقترحات، وكانت فرصة للوقوف على تشخيص دقيق للحالة الراهنة للعمل الاجتماعي بالمدينة، وتم كذلك اقتراح مجموعة من الأفكار والمقترحات التي يرى الفاعل الجمعوي أنه من الواجب الشغل عليها ويتضمنها برامج عمل جامعة تشيرة إن شاء الله. وبالتالي برامج عمل جامعة تشيرة لهذه الولاية غادي تضمن مشاريع اجتماعية ستكون في مستوى تطلعات ساكنة مدينة تشيرة الجهادية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. بوزيد محمد رئيس جمعية الكون المتقاعد للتنمية والتضامن الاجتماعي والبيئة في تشيرة إنزكان. على اثر حضورنا الاجتماع اليوم ديال حضور فعاليات لمناقشه هشاشه وضعيه هشاشه لسنه 2022-2027 حضرنا هذا الاجتماع اللي كان فعلا مثمر، استفدنا منه ولقينا بكلمتنا المهمه، وكان وجودنا عنده فعل وعنده دور. ناقشنا حنا هشاشات المتقاعدين، وكان التصور ديالنا حول وضع واحد الفضاء للمتقاعدين داخل التشيرة، وكان هذا طلب ملح من شحال هذه ماشي غير دابا،
ونتمناو من الناس اللي مسؤولين على هذه الجهه يحاولوا تكون عندهم اذان صاغيه لهذا المشروع يخرج لعين الوجود. ولهذا كنشكر سميتها ونتمنى هذا اللقاء تكون تكرر وتكون لان احنا فاش وقتاش كنناقشوا هذه الامور اللي هي ماسه المتقاعد عموما في مدينه الشيره. طلباتنا كنحطوها على الطاوله مثلا وتناقشوا الامور كلها اللي خصها. ولهذا حنا خصنا نحاولوا ما امكن نوصلوا هذا ومازالش هذه المساله غادي نترافعوا عليها امام مجلس الجماعه وغادي ندفعوا نمشيو معها حتى تتحقق ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا هو طلبنا ممكن يكون قابل للتطبيق ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا هذا الشيء اللي كنتمناه. وشكرا لكم والسلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.